بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم هنأخذ آخر محاضرة في المقرر. ما شاء الله موفقين بإذن الله تعالى. الموضوع طبعا اليوم هو الرفاهية العمومية للمجتمع المشروع أو الرفاهية الاجتماعية المشروع. وفي الرفاهية العمومية نشوف هذا مساهمة المشروع في شنو، في توفير فرص عمل. يعني نقيس مساهمة المشروع في شنو، في توفير فرص عمل. يعني هذا الدين بالاجتماع المشروع، هذا هو المشروع وفي جانب شنو الاجتماع، يعني شنو مشكلة البطالة المشروع دور في حل مشكلة البطالة. هذا المعيار بيهتم بمعرفة عدد العمال المحليين الذين سوف يتم تشغيله، وكم نسبتهم الإجمالي لإجمالي أعمال في المشروع. يعني نشوف نسبة العمال المحليين ونقسمها على شنو، على عدد العمال في كل مشروع. أيضا يهتم بمعرفة مختصر أجر العامل المحلي مقارنة مع شنو أجر العامل الأجنبي، أجر العامل المحلي مقارنة مع شنو أجر العامل الأجنبي. الظاهر هذا اسمه سهل إن شاء الله. طبعا هذا المشروع عشان هذا المعيار عشان نطبقه نحتاج نعرف عدد العاملين في المشروع، الأجانب والمحل والمواطنين، يعني المحليين والأجانب لازم نعرف كم عددهم، ولازم نعرف نسبة العمال المحلية لإجمالي العاملين في المشروع. نسبة العمال الأجنبية من المشروع طريقة طبعا نقسم العمال المحلية على العمال المشروع تدري كم نسبتهم، وإجمالي قيمة الأجور المدفوعة لعاملين في المشروع متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية، يعني كم نصيب المواطن من الأجور الكلية، وما هو نصيب الأجنبي من الأجور الكلية. طبعا كل مرتفع نسبة العمال المحلية لإجمالي الأعمال الكلية المشروع، كل مرتفع شنو متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية. يعني كل ما كان مشروع فيه مواطنين عدد أكبر ونسبتهم زادت، كل ما زاد شنو متوسط نصيب العامل المحلي اللي هو المواطن من الأجور الكلية، كل ما ارتفع شنو الربحية القومية للمجتمع. ايش تقولون؟ بالشيء. طيب قلنا هذا المعيار بيهتم بشنو، بمدى مساهمة المشروع في توفير فرص عمل. يعني نشوف عدد العمال المحليين اللي هو طبعا المواطنين ونسبتهم إلى شنو، إلى الأعمال الكلية في المشروع. وأيضا نبغى نحسب متوسط أجر العامل المحلي اللي هو المواطن، وكم نصيب متوسط الأجور الكلية. فهذا المعيار عشان نطبقه نحتاج إن نعرف عدد العمال المحليين في المشروع اللي هم مواطنين، وعدد العمال الأجانب، وكم نسبة الأعمال المحلية إلى إجمالي العاملين في المشروع، وكم نسبة الأعمال الأجنبية إلى إجمالي العاملين في المشروع. وأيضا نعرف قيمة الأجور المدفوعة للعاملين في المشروع، ونعرف نصيب العامل المحلي اللي هو المواطن، كم نصيب من الأجور الكلية، وكم نصيب العامل الأجنبي من الأجور الكلية. وطبعا زي ما قلت كلما ارتفعت نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي الأعمال الكلية، أكيد كلما ارتفع شنو متوسط نصيب العامل المحلي اللي هو المواطن من الأجور الكلية، كلما زاد الربحية العمومية. يعني المشروع كلما عدد العمالة المحلية اللي هي نقصد المواطن طبعا زادت، أكيد هيزيد نصيبه من متوسط الأجور، هيزيد نصيب العامل المحلي من متوسط الأجور الكلية هيزيد. وهذا معناه شنو؟ معناه هذا المشروع شنو حقق شنو ربحية عمومية. وهنا الربحية العمومية هي دور المشروع في حل مشكلة البطالة، وهو دور المشروع في حل مشكلة البطالة. هذا مرة سهل هذا الدرس، ما في أي تعقيدات.
طيب خذ معي من هذا المثال دراسة جدوى لمشروع تكون من تبين العامل في شي مواقف ايش تقولون؟ حساسية مرة صاحبة والله هذا واحد محاضر ان شاء الله ثاني لغة مراجعة بس صح يعني تبغى وصل ثاني محاضر ما فيه حتكون مراجعة محاضر أخرى بتكون مراجعة والله تكون مثلا تكون شوية بدري يعني أفضل تكون بدري يعني مثلا ممكن غدا الساعة 8:45 دقيقة تمام معاكم دي؟ يعني غدا 8:45 مناسب أم لا؟ يوم الخميس نروح نتفق خمس كويس مش تقولون يا هذا حسب المحاضرة خلنا نخلص ما نكرر إن شاء الله أوكي أوكي إن شاء الله نتفق إن شاء الله
خلاص 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 نكتب بكرة خلاص أوكي إن شاء الله أكتب بعد المحاضرة. طيب هذه دراسة أظهرت إنه العاملين 600 عامل والأجانب 200 والأجور 3 مليون نجمع الأجور في السنة 3 مليون ضريبة نصيب الأعمال المحلية السنة من الأجور مدفوعة سنويا. نبغى شنو نصيب الأعمال المحلية اللي هو شنو قلنا هذا هو شنو دور المشروع في تحقيق الربحية القومية. الربحية القومية معناها اخواننا ما هو دور مشروع في حل مشكلة البطالة. خليكم معي في هذا المثال. طيب هذا مثال مرة سهل، العمال في المشروع 600 كلهم مع بعض أجانب ومحليين، الأجانب 200 الأجور 3 مليون ما هو نصيب العمال المحليين من الأجور السنوية. طيب نصيب العمال المحليين من الأجور السنوية بقسم 3 مليون على 600 صح؟ يعني 3 مليون هي شنو هي مال الأجور والعمال كم 600 عشان نشوف نصيب العامل الواحد كم. نصيب العامل 5000 واضح شباب كيف جبناه وقسمنا الأجور على عدد العمال يبقى مع العامل واحد نصيبه كم 5000. كمان عندك كم عمال محلية؟ شوف عندي 200 النفر كم 5000 حضر 200 في 5 سوري حضر 400 في 5 عندي العمالة الأجنبية العمالة الأجنبية 200 يبقى العمالة الوطنية كم 400 صح عندي كده هم أجانب والعدد كم 600 يبقى العمالة المحلية كم 400 يعني المواطنين 400 ما 600 ناقص 200 واضح يعني 600 ناقص 200 يساوي 400 يبقى العمالة المحلية اللي طبعا مواطن طبعا المقصود صح طيب يبقى نصيب العمال المحلية 5000 في 400 صير كم؟ صير هاي 2 مليون طيب يبقى نصيب العمال المحلية من الأجور الإجمالية كم نسبتهم؟ اللي حاسم 2 مليون على 3 مليون بصير كم 66% 66% هذا هو اخوان شنو؟ نصيب الاعمال المحليه من الاجور الاجماليه نصيب 66.6% هي يديك بيانات من هذا مثلا احتفال البيانات ماشي احتفال البيانات جاهزه واقول لك مثلا اديك 4 خيارات منهم هذا الخيار يعني اقول مثلا نصيبه كم؟ نصيبه 2 مليون النسبه كم؟ النسبة 66.6 واضحة يا شباب؟ ولا مو واضحة؟ ال 400 دي هم العمارة كلها كم؟ 600 صح؟ العمارة كم 600؟ 600 العمارة صح؟ والأجانب كم؟ 400 يبغى المحلين كم؟ على الأجانب 200 يبقى المحلية 400 صح؟ المحلية 400 600 ناقص 200 أنا أبغى نسوي العوامل المحلية أنا أبغى أدور المشروع في حل مشكلة البطالة في الدولة واضحة كده يا شباب؟ ممتاز إن شاء الله يجيب النص صحيح ممتاز
34 جيت 34 66 نسبة 134 طيب هذا عفيتكم منه، هذه عفيتكم منه خلاص. ماذا مساهمة مشاركة غير مضافة هازم الغير ماشي، مساهمة المشروع في تعليق قيمة مضافة هازم الغير واضح؟ يعني سهل لكم شوية عشان ما كتب لكم العمل. وهذا ملغي، هذه ملغية. ملغي. كتر الله يعني سهل لكم شوية. طيب خلاص كذا خلصت، خلاص المغرر كذا بعد المراجعة بس كذا خلاص شيل كذا المغرر خلص. مسح حساسية ما في مشكلة، مسح حساسية مشكلة ما في، مسح حساسية حلو. تمسح حساسية ما في مشكلة. ايه ملغي، ايه كل ملغي. الأموال الحساسية اللي هو يعني بناخذ فيه معيار بتاع انه حق التعادل، يعني لو مشروع شنو حق التعادل. لا الحساسية لا ما اقدر اجيب الحساسية، فالحساسية معناتها هو ان نشوف الطرق اللي تأثر في تحديد قيمة المغالي تأثر في التعادل، يعني هو مشروع ربحان ليش ولا خسران. فهذا هو المثال. اي حلو، ادان تكلفة استمرارية 8500 وادان العائد السنوي 3000 في السنة. المشروع عمره كم سنة؟ 5 سنوات، يعني 3000 خمس سنوات. وقسم الفائدة كم؟ 12%. طيب ده ما هو مطلوب تحديد الحساسية اذا يعني استجابة المشروع للتغيرات الغير مرغوب فيها. طبعا اللي مثلا الإفراغ الاستثماري هذه التكاليف هذه إذا زادت، يعني نبغى مشروع شنو؟ لا يربح لا خسران. طيب وهذا العائد إذا نقص، نبغى إذا نقص مشروع ربحان لا خسران. إيش الإفراغ الاستثماري؟ الإفراغ الاستثماري هو التكاليف، يعني سؤال شنو؟ تحديد الحساسية أزاد تغيرات في الإفراغ الاستثماري، الإفراغ الاستثماري هو التكاليف والخسارة، يعني إذا الخسارة زادت. هل المشروع يتحمل الزياده في الخساره نخسر؟ لكن تاخذ قلت معي مثلا بس تقول مش عندك مشروع، مش عندك مشروع مثلا، مش عندك مشروع خلاص مثلا خساره 10000 ماشي، والعائد 15000 يقول مشروع شنو؟
المشروع مربح ل 5000، صح يا اخواننا؟ ان المشروع خسر 10000 والعائد 15000، ودي 15 ناقص 10، مشروع مربح 5000. طيب احنا نبغى نرفع له خسران. طيب لا ربح لا خسران يكون كيف؟ يعني يمكن يعني الخسارة تروح اسمها تكاليف استثمارية، هي التكاليف الاستثمارية. تزيد من كم؟ من 10000 إلى 15000، صح؟ مقدارها 5000 ويحقق المشروع التعادل، صح؟ يعني احنا نبغى ظروف غير طبيعية، الظروف الطبيعية ما مشكلة، حصل غير طبيعية، التكاليف قامت زادت، الخسارة زادت، احنا نبغى المشروع فينا يتحمل هذه الزيادة في الخسارة. صحيح بالضبط كده، صح. 5000 هي الفرق وصل للتعادل، صح. احنا نبغى شنو؟ هذه ظروف غير طبيعية، نبغى غير حالة تعادل، صح؟ اي صحيح. العائد على الحال، العائد لما هو ربح، نبغى يعني العائد اذا احنا ما نبغى ينقص، صح؟ ان العائد هو الفائدة أو الدخل أو الإيراد. احنا ما نحب ينقص، ولكن إذا نقص في ظروف غير طبيعية نبغى أقل شيء التعادل، لا ربح لا خسارة. واضح شباب كده؟ طيب من هنا العائد كم؟ العائد كان أول كان 3000، صح؟ ولما جبنا القيمة الحالية له ضربنا في سعر الخصم، جبنا من الجدول، خذ من الجدول الجاهزة ضربنا في 3000، جبنا القيمة الحالية 10000، هنا ربحان خسران؟ ربحان، صح؟ ليش؟ الخسارة كم؟ شوف الخسارة 8500، والعائد كم؟ 10815. يبقى الـ MBV 10,015 ناقص 8,500، صح؟ ايه محطة. هنا المشروع الـ MBV كان 2,052، صح؟ مش المربح 2,315، هذا القيمة الحالية، للمشروع مربح، صح؟ ايه صح. خلينا نجيك جاهز سعر الخصم جاهز،
طيب حدث ظرف غير طبيعية العائد نقص، حدثت ظروف غير طبيعية العائد نقص، كم ينقص بشرط يحقق التعادل لا الربح لا خسارة، صح؟ كم يصير؟ أول 3000 العائد، والمشروع شنو؟ مربح. صح؟ صح يا شباب؟ طيب لا ربح لا خسارة، كم العائد يكون؟ لا أدري، ضع في ثم أحسب. هذا حلينا هذا العائد. العائد أول مرة كان 3000، حين نبغاه ختم نسيب العائد نقص، بس نقص صار كم ما أدري، كنت نسيب لما أضرب 3000 كده يجيني 10، يجيني كم؟ 8500، يعني هذه خسارة صح؟ هذه خسارة، ما أقول هذه خسارتي. العائد يصير كم الجديد؟ نقص كم ما أدري، كنت نسيب في 3.6. أول شوف أول العائد كم معروف، كم 3000، ضربنا في 3.605 وجانا العائد الرقم الحالي كم؟ 10815. هذا مش ربحان كذا، هذا ربحان، انا ابغى لا ربحان لا خسران، صح؟ لا ربحان لا خسران. سير كم؟ ما ادري، حط لي سير. سير في 10000، الحين قيم السير اقسم الطرفين على 3.605 الطرفين، يجيني عائد كم؟ 2357، يعني 3000 المشروع ربحان، 3000 العائد المشروع ربحان، صح؟ لما عايز يصير كم؟ 2,605.57 المشروع يغطي خسارتي لا ربح لا خسارة، واضحة؟ صيغة السؤال إذا العائد نقص كم يصير؟ التغير الفطري في العائد عشان تحقق التعادل، إذا العائد نقص كم يصير؟ الحين العائد أول كم؟ أول عائد 3000 ومشروع ربحان، هذا العائد أول 3000 ومشروع ايش ربحان؟ هذا العائد 3000 الاول ومشروع ربحان، صح؟ هذا 3000 العائد.
وشو الربحات صح؟ طيب احنا بغى الربحات والخسارات تصير كم؟ والعائد 2,350 مشير على الربحان لخسران هذا. هذه حق التعادل. يعني ينقص من 3,000 إلى 2,357. النسبة كم؟ هو كان كم 3,000. صار كم؟ 2,750. كم النسبة؟ حصير كم؟ 3,000 ناقص 2 3 5 7 وين 8 نقسم على 3,000 ضرب 100 تبقى النسبة 21%. واضح شباب اخواننا؟ ايوه نقص ليس بخساره، اوضح الربح حلو جدا صح، نقص لكن بخسران، ايه نقص لكن حقق التعادل. ما اسمه؟ ظروف غير طبيعيه. اهم شيء ما يخسر. أقل طبعا. أقل أكيد أقل من 2 3 5 7 وليت يكون خسران. لكن طبعا احنا نريد لا خسارة لا ربح، يعني نطلع بقل خسارة. اي صحيح، هاي بكره بدكم ازيلة صح، بكره بدكم ازيلة واجوبة. لا ما اقدر احسب. ان شاء الله اساعدكم باذن الله. في سؤال؟ اي صح، انا محلي. بس المواعيد غدا الساعة كم؟ طيب خلاص خليها نفس المواعيد. والله حتى يعني مصيبة. بس مو مشكلة. لا بكره مريح ساعة نفس المواعيد، ها بكره نفس المواعيد شباب، بكره نفس مواعيد اليوم.
جمعنا امين يا رب العالمين ان شاء الله يا رب. ايه خلاص خلصت خلاص. سيخصنا يا اخوان هذا يحسب الغيبة الحالية وهذا جهاز مستجهز 3.6 احنا في الغيبة الحالية 3.605 دي هدف منه عشان اجيب الغيبة الحالية عشان اجيب الغيبة الحالية ان شاء الله سهل نقول يا شباب هذا نظر مع السلامة أرزان نامت إن شاء الله سهل ثلاثة فاصل ستة مع عامل خصم صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والله طبعا بدر افضل بدري افضل لكن قد أفضل لكن يمكن ما هاي تمام ان شاء الله ان شاء الله المراجعة مفيدة جدا إن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله يا نايف إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. هاي بكرة أنا أخليهم ينوموا. إن شاء الله. الله السلام عليكم.